إنجاز رياضي جديد، منتخب مصر حصد كأس البطولة العربية للكونغ فو اللي استضافتها تونس بعد الفوز ب 42 ميدالية متنوعة، وده إنجاز رياضي بيضاف لإنجازات منتخب الكونغ فو المصري. معانا النهارده بطلة من أبطال منتخبنا الوطني اللاعبة حبيبة رمضان الحاصلة على الميدالية الذهبية ببطولة العرب للكونغ فو. صباح الخير عليكي حبيبة وألف مبروك. طبعا نور عليك، الله يبارك فيكي. أنت عندك كام سنة يا حبيبة؟ عندي 16 سنة. يعني البطولة العربية كانت قوية جدا على مستوى المنافسة، احكي لنا استعديت لها ازاي، ويعني انت طبعا وباقي بعثة المنتخب. بصي، هو اولا في الاول بس حابة اشكر كابتن شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي على توفيره لينا كافة استعداداتنا للبطولة. احنا معسكرين بقالنا سنة، معسكر مفتوح تحت قيادة الخبير المصري كابتن حسين عبد الموجود. عسكرنا وكنا بنصفي، كنا بنصفي كل فترة. جميل. طب حبيبي اتفضلي يا حبيبي كملي. كنا بنصفي كل فترة، ومن خلال التصفيات دي كان ضم أفضل لعيبة في كل ميزان اللي تم ضمه للمعسكر المغلق اللي هو كان في اسكندرية. وكان معانا في المعسكر دكتور احمد نصير. جميل. الدكتور ده كان مقيم معانا طول فتره المعسكر، ودي كانت حاجه كويسه جدا. وكان معانا كابتن محمود عبده وكابتن اشرف فوزي، كانوا بجد بيعتبرونا اكتر من اولادهم في المعسكر، مش بس لعيبه منتخب. وطبعا كابتن حسين كان يعني كان معرفنا كل حاجه بجد، كان معانا على طول وكان معرفنا كل حاجه. كل التحيه طبعا ليهم. انا عايز بس اتكلم معاك يا حبيبه كده، اخترتي ليه الكونغ فو؟ يعني كونغ فو رياضه عنيفه جدا، كبنت ايه اللي عجبك في انك انت تحترفي وتتدربي وتتعلمي كونغ فو؟ فهو بالظبط اللي حضرتك قلته، انا بحب الحاجات المختلفه جدا، وده من صغري اصلا. فزي ما حضرتك قلت، انا هي الاول جت معايا صدفه. ازاي بقى؟ جت معايا صدفه، كنت ماشيه فلقيت نادي، فاللي هو دخلت فاتمرنت تمرينه، فاللي هو جت معايا صدفه. لكن بعد كده حسيت ان الموضوع لا بيجذبني، وانا حباه جدا، وحابه حاسه ان هو مختلف وبنت وفي يعني ضرب والعاب قوه وكده. حسيت الموضوع كويس. طب حبيبه انت 16 سنه، يعني في سنه كام دلوقتي؟ اولى ثانوي مثلا؟ انا ثانويه عامه ثانيه ثانوي. طيب بتتمرني يعني ازاي بتوفقي ما بين دراستك وتمرينك؟ بصي، هو الموضوع يعني مش صعب ومش سهل. اكيد يعني اكيد صعب. لا، هو مش صعب، هو يعني ما نقدرش نقول عليه صعب، اللي هو صعب قوي، وما نقدرش نقول عليه سهل. بس هو انا الحمد لله عارفه افهم بين الحالتين، وكمان يعني الحمد لله المفروض ان احنا نعرف نوفق جدا، عشان احنا بنسافر كذا دوله، ولازم ان احنا نروح هناك ونتكلم معاهم وبلغتهم. عشان دي حاجه طبعا يعني دي حاجه يعني لينا احنا شخصيا. طيب البطوله العربيه للكونغ فو في تونس، منتخبنا للكونغ فو حصد حوالي 42 ميداليه، كلمينا بقى انت يا حبيبه حققتي كم ميداليه، والمنافسه كانت عامله ازاي في بطوله تونس؟ هقول لك على حاجه، هو السنده بيلعب في ميدان واحد، فبيبقى ليه ميداليه واحده. سانده اسمها، سانده. سانده. بالنسبه للاساليب، ده اللاعب مثلا ممكن يدخل على حسب الثوب اللي هو داخل فيه، فممكن يحصل على كذا ميداليه. انا بلعب سانده، الحمد لله خدت ميداليه ذهبيه ما شاء الله 56 كيلو. جميل. الحمد لله انا فرحنا جدا لما خدت الميداليه، بس انا لعبت قبل ما الفريق قبل ما مصر تاخد الدرع العام للبطوله. فقبل ما تاخد الدرع الاول، انها مصر تاخد اول عام مع البطوله، ففرحتي ما كملتش غير لما الحمد لله مصر خدت اول، عشان ده شرف لينا اصلا، واحنا جايين بنلعب باسم مصر، مش رايحه العب باسم حبيبه رمضان لوحدي. فدي حاجه برافو يا حبيبه جدا ان احنا بنلعب باسم مصر ونروح الوطنيه. بجد انا ما فرحتش بجد من قلبي غير لما شفت علم مصر كده بيتوج، وسمعت النشيد الوطني ان هو اول على البطوله العربيه كلها. طب مين اصعب لعيبه واجهتيها في لعبه الكونغ فو يا حبيبه، او في البطوله؟ لا في البطوله. في البطوله هو انا لعبت مع تونس بس، يعني في البطوله انا لعبت مع تونس، لكن لو في اللعبه كلها، بصي زي ما قلت لحضرتك من الاول، احنا لعبه
العاب قوه، فاللعبه لعبه قويه، فطبيعي كل اللعيبه اللي انا قابلها هتكون لعيبه قويه طبعا سواء دولي او محلي. طب مين اللي انت خايفه تواجهيها؟ يعني مين اللعيبه او مش خايفه، مين اللي انت بتستعد لها قوي في مواجهتها؟ بصي احنا يعني مش بصي هو ما فيش حاجه تخاف منها. اولا اقول لك على حاجه، ما فيش دوله تتخاف منها. لكن احنا بنعمل اقصى ما عندنا عشان نلعب مع اقوى دول ونلعب معاهم كويس ونكسبهم كمان. مين بقى الدول دي؟ يعني قولي لي دوله من الدول دي اللي انت يعني زي اللعبه بتاعت يعني الدوله اللي هي عامله اللعبه نفسها اللي هي الصين. يعني الصين مثلا دوله قويه جدا، بس احنا استطعنا ان احنا نتغلب عليهم في 2022 ونحصل على المركز الثاني عالميا، وكنا قبل الصين وتغلبنا عليهم الحمد لله، وده كان تحت قياده الكابتن حسني عبد المنعم. ده الصين هما بقى اللي اخترعوا اللعبه، يعني احنا غلبنا اللي اخترعوا اللعبه نفسها. ايوه في 2022 في بطوله العالم اللي كانت في اندونيسيا. صحيح. فدي طبعا كانت حاجه، احنا يعني احنا كنا منتخب المفاجاه، ده شعارنا احنا منتخب المفاجاه، وفعلا عملنا مفاجاه في 2022 وتغلبنا على اصل اللعبه اصلا، الدوله اللي عملت اللعبه. جميل. ما شاء الله عليكي، يعني انت ما تخافش عليكي يا حبيبه، يعني لسه من شويه بتقولي ان في لعيبه اقويه، لكن انت قويه كمان، انت عندك تصميم واراده وتحدي وما شاء الله عليكي. عايزك بقى تقول لنا كده وتقولي للناس اللي بيشوفونا بتتدربي ازاي، بالتحضير اكيد للعبه قويه جدا زي الساندا او الكونغ فو، محتاج وقت ومحتاج نظام معين في التدريب وفي النظام الغذائي، كلمينا ازاي بتستعدي لبطوله مهمه زي البطوله العربيه او حتى لو شاركتي في بطوله العالم للكونغ فو. طبعا انا بتمرن طول السنه لحد مثلا بدخل المنتخب، فالمنتخب ده بيبقى ليه يعني نظام ويعني كده، فاحنا بنتمرن طول السنه مع المدربين بتوعنا، وبندخل المنتخب نتمرن بيبقى في حاجه اسمها اكل معين وشرب معين ونوم معين في الساعه دي، والساعه دي نصحى ناكل حاجات معينه عشان جسمنا يكتسب الفيتامين او الحاجات اللي احنا محتاجينها. جميل. وطبعا بيبقى معانا دكتور وبيبقى معانا كل حاجه، يعني ايه احنا ما بنعملش حاجه بس احنا اللي بيتقال لنا بنعمله، وده اللي بيخلينا نسافر نحقق نتائج بره. جميل. عشان اي اكله مش يعني اي اكله فيها نسبه سكريات عاليه اي حاجه بتاثر علينا. نشكرك حبيبه، الف الف مبروك حبيبه رمضان البطله المصريه اللي حصلت على الميداليه الذهبيه ببطوله العرب للكونغ فو، الف الف مبروك.